انا سالت سؤال على صفحه فيسبوك انه خبرونا نكتة، في كتير خبروا نكت هيك مهضومه وبتضحك. انا بحاجه شو هيدي صباح الزوز، هيدا يا سيدي زوج عم بقول لمرته شو رايك نرجع مثل ايام زمان، ضحكت بخجل وغنج وغنج وحب وسالته كيف يعني حياتي، قال لا لا بعرفك ولا بتعرفيني. قصف عمره سجود غلاييني فريال اوبي. وحده اتصلت بزوجها قالت له وينك انت، قال لها عند الماما، قالت له ترجع على البيت حبيبي لانه امك عندنا، ما هيك هيدا الله يرحمه فريال اوبي. اميره حبيبه، مره في شاب اصلا حس انه في شيء قاعد عم يمشي على راسه، حط ايده على راسه وطلعت نملة وقالت له بليز بليز اتركني بس هالزحلوطة بس مهضومة راح اطلك اياها. هلا في كتير طبعا عم بيضحكوا وخبرونا نكت مهضومة وحلوة، فينا نقولهم كلهم، فيكن فوتوا على صفحة عالم الصباح عم حط لايك عليهم كلهم وتقرون وتتسلوا كمان. راح اروح عند الشيف طارق ورشة ملح. بونجور مرة تانية، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. وصلنا تقريبا، التحضيرات عم تتكامل اكيد بعد مش كلها خالصه، بس هلا رح اقول لكم هيك باختصار شو عم بعمله. اول شيء في عنا الكريم، اللي الكريم دو فيتا اللي رح نحطها بالبندوره اللي فضيناها، هي عباره عن فيتا شويه كريم تشيز، طبعا بنخليهم شوي برا يعني لحتى نقدر نخلطهم، اوريجانو، ملح وشوية بهار ابيض. اوكي، رح احط هيدي على جنب. في عندي شغله بدي اعملها قبل ما نفوت بالتحضيرات البقيه، اللي هي رح نشوف كيف رح نعمل البارسل او الهديه، الراب تبعول الخيار. في عنا الخيار اول شيء رح تكون لازم تكون طويله لحتى نقدر نعملها على المندولين بهالشكل، هيدا بنيها كثير كثير رفيعة بيطلعوا المندولين. فيكم تشتروها من محلات اللي بتبيع أدوات منزلية، بس مش هيدي أكيد، هيدي شوي بروفيشنال، بس في صاروا عم يعملوا شغلات يعني بتأدي الواجب، ما هو مش ضروري تشتروا واحدة كثير كثير غالية، بس هيدي حلوة إنه تنترك بالبيت من شان الجرنيتور، اذا بدكم تعملوا جرنيتور لبلايات او بهالشكل هذا مثل ما شايفين. هلا ما تكفوا للاخير لانه بتصير شوي خطره. هودي الخيار رح ناخذهم ونحطهم على جنب، رح ناخذ بس الشقف اللي هن القلب تقريبا. هنجيب صحن صغير. هودي بيكونوا شقف الخيار اللي هلا بنرجع نطبقهم بعد شوي. طيب الجزر هيدي فينا نحطها على جنب شوي. الجزر يلي عملناه هو مثل ما قلنا، حطينا مي مغليه وعملنا للجزره ميكانيزم اسمه بلانشير اللي هي بتخلي الجزره شوي تطرى، اوكي، لحتى نقدر نقورها بالنوازات اللي شايفينها قدامكم، ورح تكون بهالشكل هيدا. بدنا نعمل جوره صغيره لنحط فيها الروكا بيستو اللي هلا رح بلش اعملها، واني اصلا هي بتاخذ بس كتير وقت، يعني بدها شويه وقت وبدها شويه صبر مثل ما بيقولوا. على كل رح نرجع لهم لهودي كلياتهم، بس نرجع باخر الحلقه معكم مشاهدينا، وهلا مع جوزيف. ثانك يو لك شيف، نحن وياكم طبعا مكملين عالمنا الصباح اليوم استثنائيا ل 12:30 بتوقيت بيروت. اما هلا وصلنا للموضه، مع انه دائما بيروت هي منا بتنطلق الموضه وهي عاصمه موضه، واشهر ايضا مصممين الازياء هن كمان العالميين من لبنان كمان. رح نروح عند هاديه ونشوف وين نحن اليوم. لكل مشاهدينا واكيد مع حلقه جديده من فقره حال الموضه، وبحب كمان اخبركم انه اليوم استثنائيا طالعه بهذا الوقت، لانه السبب الوحيد بالعاده انه 10 وثلث بطلع على الهواء، بس اليوم استثنائيا لانه اولادي عندهم مثل سبيشال داي، اضطريت كون معهم لاولادي وقلت ما بدي كمان احرمكم من عالم الموضه، من هيك حبيت اجي كمان على عالم الصباح حتى نخبركم عن اجدد اشياء عم بتصير بعالم الموضه.
بالنسبة لليوم فقرة الموضة، اليوم رح نخبركم أكثر عن إيفنت جرى من فترة، من تقريبا 10 أيام، جرى بدبي، وهو فينشينزا ديفيرا فينشينزا اللي هو الفود. الفود جرى من 10 أيام بدبي، وهذا معرض متخصص للمجوهرات، وين بيجمع مصممين مجوهرات من كل أنحاء العالم أكيد، وفي عدد كتير كبير من المصممين كمان اللبنانيين بعالم المجوهرات اللي كمان كانوا مشتركين في هالمعرض. خلينا ننتقل ونشوف هيك بعض اللقطات عن الفود ديفيرا ديفينشينزا. خلينا نشوف سوا بعض اللقطات عن هالمعرض اللي جرى بدبي. فإذا شفنا هيك بعض اللقطات عن العرض اللي جرى بالوقت الفي اي بي دينر، وهو للفود فينشينزا فيرا، وهذا الفينشينزا فيرا بيصير بفينشينزا لكل محبين المجوهرات، بس لكن قرروا من فتره انه يصير كمان يعملوه بدبي، وان شاء الله اكيد السنه الجايه رح نغطيه بادق تفاصيله ونشوف اكثر عالم المجوهرات بدقه اكثر. اما هلا بننتقل لاجواء مختلفه، وبحب ذكر انه الاسبوع الجاي رح يكون حافل كثير بالاشياء الحلوه، وكمان الاسبوع اللي بعده، يعني فينا نقول انه شهر ماي حافل بالاشياء كثير مميزه ببيروت، خاصه لكل محبين الموضه والديزاين، خاصه في ديزاين بيروت ديزاين ويك. اما هلا مثل ما كنت عم اقول لكم بدنا نشوف عرض من احدى احلى العروض، وعم نشوفها كثير المجموعات عم بيكونوا مميزين بالمزيج الستيل المينيمال وبنفس الوقت المودرن الحديث، وهي ماركه سيلين. سيلين بنلاحظ انه عم بفوت اكثر بالستيل اللي كثير بسيط، مثل ما بيقول بالاكسبريشن less is more، يعني less is more، كل ما كان الاشياء قليله بس تركز على التفاصيل، القطعه من قماشتها من قصتها الحلوه، كل ما القطعه خبرت قصه مميزه. خلينا ننتقل ونشوف سوا مجموعه سيلين لربيع صيف 2016، واكيد هالمجموعه كانت عن جد مميزه كثير، بتنعد من احدى احلى المجموعات لهالموسم. ننتقل ونشوفها سوا.
يعني لما بنقول بيور مينيمال هي هيدي المجموعة، إذا ما بتعرفوا شو يعني مينيمال ستايل طلعوا ودققوا أكثر بمجموعة سيلين لهالموسم، بتعرفوا إنه less is more، كل ما كانت القطعة عندها قصة حلوة وموديل حلوة قماشتها حلوة هيدي هي القصة less is more بالستايل المينيمال. وأكيد المصممة فيد بي في لوي اللي بعدها لحد اليوم من لما تركت دار أزياء كلوي بعدها ما زالت عند سيلين. أما هلا بننتقل لان جوزيف لنشوف شو بعد في عنا بعالم الصباح. ثانك يو لك هادية، حلوة شعرتك. ميرسي. بريك وبنرجع، خليكم معنا.